اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدينا، وبنبتدي معاكم دلوقتي فقرتنا الثانيه وجوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم. وبنبتدي جولتنا من جريده اخبار اليوم، وفي الصفحه الاولى: قمه مصريه يونانيه قبرصيه بالقاهره، مصر ركيزه الاستقرار بالمنطقه وشريك اساسي في مواجهه تحديات الامن والسلام. تصريح ده لوزير خارجيه قبرص لاخبار اليوم. ومن تفاصيل الخبر: بتعقد بالقاهرة خلال أيام قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ورئيس قبرص، وبتستهدف القمة عقد مشاورات سياسية حول قضايا الأمن والسلم، إلى جانب دعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والزراعة والاستزراع السمكي والبيئة والنقل والسياحة وتبادل المعلومات. طيب خلينا يعني ناخد توضيح أكتر عن هذا الخبر. معانا أستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمد، صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين، طبعا خير. أستاذ محمد، يعني أول أخبارنا طبعا والمنشط الرئيسي بنتكلم عن القمة المصرية اليونانية القبرصية اللي هتعقد بالقاهرة، والحقيقة دي مش أول قمة، لكن احنا ملاحظين أنه في علاقات قوية بين مصر واليونان وقبرص. يعني أهمية دورية انعقاد مثل هذه القمة بين الحين والآخر، وأهمية أيضا أنه يكون في علاقات قوية بين الدول الثلاث. صحيح، يعني هذه الآلية على مستوى القمة، الآلية الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، بتأتي تجسيدا لإرادة سياسية لدى قادة الدول الثلاث وشعوب الدول الثلاث في تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين ثلاث دول على ضفتي المتوسط. ونحن نعلم أن هناك مساعي تقوم بها هذه الدول لتحويل البحر المتوسط مرة أخرى إلى بحيرة للسلام. تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة للسلام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعاون أكبر بين الدول وتنوع في مجالات متعددة، وأن يتم التعاون بشكل مشترك أيضا لمواجهة التحديات في هذه المنطقة واستكشاف أي فرص جديدة تسمح لهذا التعاون بأن يحقق في نهاية المطاف سلام مشترك لكافة الدول الأعضاء. ومن هذا المنطلق جاءت يعني الخطوة الهامة جدا والمتعلقة بالمنتدى الشرق المتوسط للطاقة اللي تم انعقاده في مصر مؤخرا لتجسيد هذه الإرادة السياسية في أن يشمل التعاون عصبا مهما، وهو العصب المتصل بالطاقة في ضوء الاكتشافات الكبيرة من الغاز الطبيعي في المنطقة. النقطة الأخرى تتعلق بالتحديات المشتركة، ونحن نعلم أن هناك دولا تسعى لتهديد طموحات مصر وقبرص واليونان وغيرها من دول الشرق المتوسط المحبة للسلام في يعني توقيع اتفاقات أو فرض سيادتها على المياه التي تسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأعني هنا تركيا. فتركيا تنظر دائما يعني بقدر من التشكك والارتياب والاستفزاز أيضا لطموحات الدول الثلاث المشروعة في استكشاف احتياطات الغاز وإمداد القارة الأوروبية بها. ولذلك نجد دايما قبل انعقاد أي قمة ثلاثية، ودي القمة السابعة طبعا بين الدول الثلاث، بنجد استفزازات كلامية في الخطاب الإعلامي التركي الموجه بشكل غير مباشر إلى الدول الثلاث، وبشكل مباشر تحديدا إلى قبرص في ضوء تنازع تركيا السيادة معها على منطقة في البحر المتوسط المجاورة للشطر الشمالي لقبرص. طب أستاذ محمد، على ضوء كده، هل تتوقع أن القمة الثلاثية يخرج عنها موقف داعم لقبرص إزاء الطموحات والأعمال اللي بتنوي تركيا العمل بها للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص؟ أتوقع أن الموقف يؤكد على مشروعية اتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص،
لأن هذه الاتفاقية يعني معترف بها من كافة دول العالم وفي إطار القانون الدولي والأمم المتحدة، بينما الحجة الأساسية التي تستند لها تركيا وهي أن هناك دولة أخرى تسمى شمال قبرص، يعني هذه حجة ضعيفة للغاية وهي ولا يعترف بها أحد، بل لا تعترف أي دولة من دول العالم بوجود دولة اسمها شمال قبرص باستثناء تركيا. فهم داخلين في موقف يعني مناقض لإرادة المجتمع الدولي، ولكن إذا بقى يعني امتدت طموحاتهم إلى محاولة ترجمة هذا الخطاب الإعلامي المستفز لأعمال عدائية في البحر المتوسط، فأتصور وقتها أنه سيكون لكل حادث حديث. لكننا نعلم أن دولة زي مثلا قلت حضرتكم كلامهم مباشر لقبرص لكن غير مباشر للدول الثلاث، إنما وخليني أقولها يمكن للمرة الأولى، لأن هناك يعني عدم وضوح للرؤية في الخطاب الإعلامي المصري المتصل بالسيادة المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بعد توقيع هذه. وهقولها بشكل مباشر، السيادة الاقتصادية المصرية في منطقة البحر المتوسط امتدت الآن للمرة الأولى في التاريخ الحديث بعد توقيع هذه الاتفاقات لترسيم الحدود البحرية. مصر اللي مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع حاليا، مساحة السيادة الاقتصادية المصرية امتدت إلى أكثر من هذا 1,000,000 كيلومتر مربع، إن لم يكن بمقدار الربع فهو قد يصل إلى الثلث، يعني مساحة السيادة المصرية الآن اتسع نطاقها للمرة الأولى في التاريخ الحديث. الناس دايما بتتكلم عن أن هذه التقيات أعطتنا منطقة خالصة بعمق 200 ميل بحر، لكن إذا جمعنا المساحة، إذا تحدثنا عن المساحة اللي بتمارس فيها السيادة الاقتصادية المصرية الآن بموجب هذه التقيات، فأتصور أنه حتى بالنظر إلى الخرائط سنكتشف أن مساحة السيادة المصرية ارتفعت من الربع إلى الثلث إن لم يكن أكثر من ذلك. وأترك تحديد رقم لمسؤولي المساحة، لكن هذا تطور بالغ الأهمية بيعكس قدرات مصر ويعكس أيضا قدرة القوات البحرية المصرية والقوات المسلحة على فرض سيادتها إلى مساحة أكثر اتساعا من المساحة التاريخية للسيادة المصرية. وده طبعا بيترافق معه تحديث وتطوير لقدرات قواتنا المسلحة، عشان الناس تبقى فاهمة، أكيد لما مساحة السيادة بتاعتي بتزيد يبقى قدراتي التسليحية لازم تزيد زي ما ثرواتي حجمها بيزيد. صحيح، وده اللي بيحصل بالفعل واحنا طبعا متابعينه كلنا. طيب استاذ محمد، خلينا ننتقل لموضوع اخر ونروح لجريده الاهرام، وفي الصفحه الاولى تبسيط اجراءات الافراج الجمركي لخدمه قطاعي الصناعه والتجاره، مدبولي نقله نوعيه قبل نهايه العام ومحاسبه اي جهه متقاعسه. طيب من تفاصيل هذا الخبر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بما يخدم القطاعين، مؤكدا الإصرار على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام ومحاسبة أي جهة تتقاعس عن تيسير هذه الإجراءات. جاء هذا الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي بحضور عدد من الوزراء. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزير المالية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي يكون المنسق لها ممثل لوزارة المالية من مصلحة الجمارك، وبتختص بأعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وبتضم ممثلين عن الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء والشركات الخازنة وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص. طيب أستاذ محمد، يعني زي ممكن يساهم تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي على تسيير أو الدفع بحركة الصناعة والتجارة في الفترة اللي جاية؟ نعم، احنا عارفين ان في اراده سياسيه في مصر الان لاحداث قدر اكبر من التحسن والانفراجه في مستوى معيشه المواطنين.
وإتمام ذلك يتم بتطوير وتحديث على مستوى الإجراءات من جانب، وعلى المستوى الاقتصادي ودخل المواطن من جانب آخر. فتخفيف الأعباء فيما يخص إجراءات الإعفاء الجمركي، وهي فيها بقى إضافة لكونها من منافذ الفساد الإداري لاتصالها بالروتين الحكومي، فهي أيضا بتساهم في الإسراع من حركة التجارة. لما بنخفف من الإجراءات يبقى الوتيرة بتتم بشكل أسرع، ولما بنقلل ثغرات الفساد يبقى التجارة بتتحقق بشكل يتيح للمواطن الحصول على السلع بأسعار أقل. فهي إجراءات بتقوم بها الحكومة ضمن حزمة، يعني مش بتتم بشكل مفصل، لكن ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطن. لكن النقطة المهمة زي ما أشرت لحضرتك في الخبر السابق إلى موضوع امتداد السيادة الاقتصادية المصرية بمقدار يزيد عن الثلث أو الربع في مجال بقى مستوى معيشة المواطن في مصر. أتمنى من الحكومة، لأن أنا شخصيا أحيانا ألمس قلة حيلة من المسؤولين الحكوميين. حضرتك الآن بخطوة واحدة يمكن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وأنا برضو بقولها للمرة الأولى، إذا تم وضع إجراءات تمويلية للمواطن المصري لرب الأسرة المصرية في مجال التعليم يقلل بنسبة الربع أو الثلث ضغوط المصروفات المدرسية على أولياء الأمور، والمصروفات المدرسية والجامعية لأي شخص بسيط يقدر يعرف أنها بتستهلك أكثر من 50% من دخل أي أسرة مصرية، لو قدروا يحطوا حزم تمويلية استنادا إلى أن تعليم أبنائنا وأطفالنا هو نوع من أنواع الاستثمار البشري. ما نتكلمش بمصطلحات فقط، لكن الاستثمار البشري يبقى تتعامل معه زي الصناعة بالضبط، فتستثمر فيه. المعاناة أكيد وبالفعل في اهتمام كبير الأهمية. صحيح. لو خطوة واحدة اتخذت في هذا المجال، وهذا ممكن بالتعاون مع البنوك، يعني ممكن تدبر الأمور بشكل بسيط بخطوة واحدة، نقدر نحل أمور كتير. والخمسين في المية من دخل الأسر اللي هيتوفر من مجال التعليم هيوجه بقى لأمور كثيرة أخرى ويحسن من الوضع الاقتصادي. فأتمنى ونحن بصدد إلقاء بيان حكومة في البرلمان قريبا أن يتم النظر بشكل عملي. نتمنى ذلك أستاذ محمد. نعم، شكرا لحضرتك أستاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا عبر الهاتف. صباح الخير. نستكمل أخبارنا، خلينا نروح لجريدة الجمهورية في الصفحة الأولى، ونتكلم طبعا عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وزير الدفاع بيهنئ القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر العظيمة. لا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، أبطلنا على استعداد كامل لحماية الوطن والتصدي لمحاولات المساس بأمنه. نصر أكتوبر جسد أصالة الشعب وقواته المسلحة وعظمة الولاء للوطن. طيب خلينا نروح ل يعني مزيد من طبعا التعقيب والتحليل والتعليق مع سيادة اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، ومصر كلها والعروبة كلها بخير وطيبة. كل سنة وحضرتك طيب. سيادة اللواء، يعني عايزين نعرف للأجيال الكثيرة اللي لم تعاصر هذه الحرب أبرز الدروس المستفادة منها إيه، وخصوصا أن مصر دلوقتي وقواتنا المسلحة بتقود معركتين، معركة الأولى ضد الإرهاب والقضاء على الإرهاب، وأيضا المعركة الثانية هي معركة البناء والتنمية. اللي بتقوده مصر دلوقتي ما يجيش واحد على ألف من اللي خاضته مصر بعد نكسة يونيو 67. يعني اللي عاش الأيام دي ويذكرها في كل مجالاتها لازم ناخد الأمل النهاردة إن إحنا قادرين على تخطي كل الصعاب. أولا كان عندنا جيش مدمر تدمير كامل ومطلوب إنه يتبني من جديد. كان عندنا حالة اقتصادية متردية إلى أقصى مدى. يعني عايز أقول إن بعد النكسة تم تخفيض مرتبات جميع العاملين في الدولة بنسبة 25 من 20 ل 25%، كل الموظفين
الأسعار ارتفعت بشكل غير طبيعي، ولكن الشعب المصري واجه هذا الموقف بمنتهى الصمود وبمنتهى التحدي. يعني أنا مش هتكلم على الجيش عمل إيه، الجيش ده قصة تانية وهنتكلم فيه كتير وتكلمنا فيه كتير، إنما أنا بتكلم على عظمة الشعب المصري. الشعب المصري اللي فتح بيوته كلها لسكان أو أهالينا من مدن القناة لما جم وبقت العيلة فيها عيلتين وكلنا بنعيش على مصادر واحدة. الشعب المصري اللي قام في هذا التوقيت كان زي ما بقول رابط الحزام على بطنه وعمال عشان يبني جيش عشان نرجع أرضنا. كل المشاكل الاقتصادية دي تحملناها إن مدة 6 سنوات كاملة. عايز أقول إن العامل كان في مصنعه صورة مشرفة، كل الإنتاج زاد سواء كان إنتاج صناعي أو إنتاج زراعي. الزراعة في التوقيت ده بفضل الله تعالى زادت بشكل غير طبيعي، لأن الناس فعلا حست إن ما يعني وأعدوا لهم ما استطعتم. فكل ما استطعناه كل واحد في مجاله، ما كنتش تسمع عن مدرس بيدي درس خصوصي، ما كنتش تسمع عن جرائم من اللي بتتم زي دلوقتي. لا، الشعب كان قدامه فقط الحرب، تحرير أرضنا. ما فيش، وعشان نوصل لهذا لابد إن كل واحد يفعل أو ما استطاع. فما استطعناه من خلال 6 سنوات ربنا سبحانه وتعالى كافئنا عنه في 6 ساعات يوم 6 أكتوبر لما هدمنا كل العمل الإسرائيليين في 6 سنوات، خلصنا عليه في 6 ساعات. وكان لينا على الضفة الشرقية للقناة 50,000 جندي، زادت بعد كده إلى 80 وأكثر. ده كله بفضل صمود الشعب المصري كل واحد في مجاله. لم يكن هناك جريمة من الجرائم اللي احنا بتسمع عنها، لم يكن هناك أي تصرف غير أخلاقي، لم يكن هناك أي عملية تراخي، لم يكن هناك. وإن كان عايز أقول احنا في البداية واجهنا بقى حرب شائعات أشد من دي دلوقتي. وكان حرب الشائعات وقتها عبارة عن إيه؟ النكتة بقى، ما احنا كلنا ولاد نكتة. فعشان ننفس عن نفسنا نطلع نكت، ونقط ايه، نمسك الجيش نخليه بقى لا ده خلينا. يعني وصلنا لدرجه ان الزعيم عبد الناصر عبد الله طلع وكلم الشعب قال لهم اللي بتعملوه ده مش في مصلحه بلدنا، مش ده اللي يرجع ارضنا. عايز اقول الكلمه دي كان لها رجع صدى زي السحر، كان خلاص امسح محدش يتكلم تاني. ده مش هنقول له صحف ولا اعلام بيتكلم، لا ده حتى المصريين بينهم وبين نفسهم كل واحد ابتدى فعلا يراجع نفسه. مش هنقدر نحارب واحنا بنعمل في نفسنا كده، لا خلاص اطوي الصفحه وكلنا نبص قدامنا. دي رسالتي لكل شاب وكل واحد مصري في كل مجال، بنقول له اعمل اللي عليك عشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئك زي ما انتصرنا في حرب اكتوبر بعد صمودنا ما على مدى 6 سنوات شفنا فيهم اعظم لحظه انتصار شافتها مصر في تاريخها. صحيح. بنشكر سيادتك جدا اللواء ناصر سالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. وطبعا يعني الرسالة اللي حضرتك بتأكد عليها بالفعل هي ضرورة الوعي عند الشعب المصري والصمود والترابط. يعني ما أشبه اليوم بالأمس، احنا زي تشبيه حضرتك ان احنا أيضا في حرب الآن ضد الإرهاب ومعركة للبناء والتنمية. احنا محتاجين بالفعل نفس حالة الوعي، نفس حالة الصمود، نفس حالة التلاحم والترابط والتصدي للشائعات اللي كانت أيضا بتثار في وقت هذه المعركة الهامة جدا في تاريخ مصر، معركة وحرب 6 أكتوبر المجيدة. طيب خلونا نروح للمصري اليوم مشاهدينا الكرام، ونستعرض من الصفحة الأولى فيها بدء اجتماعات وزراء الري لبحث ملف سد النهضة. البيت الأبيض ندعو جميع الأطراف للاتفاق بنية حسنة. من تفاصيل هذا الخبر، انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وأثيوبيا. حيناقش الوزراء على مدى يومين مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة. من جانبها علقت الولايات المتحدة في تصريح رسمي من البيت الأبيض على المفاوضات الجارية حاليا بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وقال البيان
تدعم الولايات المتحدة مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام يتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. أكد البيان أن جميع دول وادي النيل لها الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، ودعا جميع الأطراف إلى بذل الجهود بنية حسنة للتوصل إلى اتفاقات تحفظ تلك الحقوق مع احترام حقوق الآخرين في الاستفادة من مياه النيل. طيب خلينا بنروح لملف تاني، وبنرجع مرة تانية لجريدة أخبار اليوم، وفي الصفحة الأولى في إطار مبادرة حياة كريمة 2,600,000,000 جنيه لتنفيذ مشروعات بالقرى الأكثر فقرا في 11 محافظة. طيب خلونا نروح لصحيفة الجمهورية مرة تانية مشاهدينا الكرام، ونطالع منها صندوق النقد تخفيض أسعار المنتجات البترولية قرار موضوعي، السوق المصرية مستقرة ولا تأثير سلبي على أداء الموازنة العامة. بنرجع مرة تانية لجريدة الأهرام وفي الصفحة الأولى، وبنتكلم عن أراضي الدولة وتقنين الرسوم، وبنقرأ هذا العنوان في جريدة الأهرام: مهلة أخيرة لسداد رسوم تقنين أراضي الدولة. قرر المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لسرداد أراضي الدولة ومستحقاتها منح مهلة أخيرة ونهائية حتى آخر أكتوبر لمن تقدموا بطلبات تقنين أراضي الدولة في الموعد القانوني من أجل سدادهم رسوم الفحص والمعاينة. بننتقل أخيرا لجريدة أخبار اليوم في الصفحة الأولى مرة تانية، وبنتكلم عن الصحة ومنظومة التأمين الصحي، وهذا العنوان: التسجيل بمنظومة التأمين الصحي دون التقيد بالسكن. بكده بكون انتهت أول فقرتنا في هذا الصباح، وجولة وقراءة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم، وبنبتدي معاكم طبعا بعد الفاصل موجز الأنباء أول حواراتنا. خلونا نتوقف دلوقتي بعد الفاصل مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع شروة حمدي بعد الفاصل.